بسم الله تلاميذنا، السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا لاباس. اذا اليوم ان شاء الله راح نكونوا مع ثالث فيديو في سلسله افكار العلامه الكامله، وقلنا بلي نحاولوا نقدموا افكار كل الوحدات. بدينا بافكار الدوال ولازم بربي ان شاء الله نكملوا افكار الوحدات قبل موعد البكالوريا. الان مع فكره يستعملها كثيرا الشعب، كل الشعب، شعبه علوم تجريبيه، تقني رياضي ورياضيات، هي تعيين عباره مبسطه لاف لالفا واستنتاج الحصر له. هزينا مثال من بكالوريا شعبه رياضيات، حاول تفرج معنا الفيديو بربي ان شاء الله راح تفهم وش المقصود بهذا السؤال وكيفاش نجاوبوا عليه في كل الحالات اللي تقدر تورد. اتمنى انك تواصل معي الفيديو للآن. اذا نحاولوا نفهموا الوضعيه اللي رانا فيها مليح، يعني السؤال، وبعدها نحاولوا نجاوبوا. طيب في الدوال، تمارين تاع الدوال كيفاش تكون معرفه؟ الجزء الاول يكون فيه داله جي والجزء الثاني يكون فيه داله اف. في هذا المثال مثلا وكل الامثله اللي تجي فيها تاع اف لالفا راح تجي هكذا، جي لي اكس معرفه عادي، 1 زائد اكس مربع زائد 2 ln اكس، يدرس نهاياتها وكذا واتجاه تغير. من بين الاسئله سؤالا مبينوا باللي جي لي اكس تقبل حلا الفا محصور ما بين 0.52 0.53. كيفاش نبينوه؟ نبينوه عن طريق مبرهنات القيم المتوسطه. هذا الامر واش يعني؟ كي نقولوا الفا هو حل للمعادله جي لي اكس يساوي 0، معناتها بكل بساطه جي لي الفا يساوي 0، يعني الفا كي نعوضوه في الداله يمد 0. يعني هذه هي الخلاصه تاع الجزء الاول في هذا السؤال. وبعدها يعرف لنا الداله اف. الداله اف هاي كيفاش معرفه؟ هاي كيفاش معرفه؟ ناقص اكس زائد 3 اكس كذا. الان كي ندرسوا الداله اف ونشكلوا جدول التغيرات نتاعها، عاده راح نلقاو ذروه احداثيتها الفا اف لالفا، تقدر تكون بطبيعه الحال ذروه صغرى او ذروه كبرى. اف لالفا هذه نحتاج قيمه تقريبيه لها، واش يدير؟ احيانا يخلينا نحسبوها احنا وحدنا، واحيانا يطلب منا زوج حوايج. الحاجه الاولى يقول لك بين باللي اف لالفا راه تساوي 2، يعطيك قيمه معينه، يعطيك عباره معينه مبسطه ويقول لك بينها، يعني بين باللي اف لالفا تساوي كذا، وبعدها يقول لك استنتج حصرا لاف لالفا. ركز معايا مليح كيفاش نحلوه. اول حاجه لازمتنا نحسبوا اف لالفا، لازمتنا نحسبوا اف لالفا ولازم تخرج هذا النتيجه. طيب اف لالفا واش معناتها؟ معناتها في الداله نعوضوا بالفا، يعني في بلاصه اكس نعوضوا بالفا، يعني تولي ناقص الفا زائد 3 زائد 2 في ln الفا على الفا. طيب ركز معنا مليح، شوف النتيجة اللي حابين نلحقوا لها ما فيها إلا ألفا، ما فيهاش ألان ألفا. كي نقولوا التمرين تاع الألان نفس الفكرة تاع الأسية، إذا النتيجة اللي حابين نلحقوا لها ما فيهاش ألان ألفا، إذا لازمتنا نتخلصوا من ألان ألفا. كيفاش نتخلصوا من ألان ألفا؟ لازمتك تتفكر باللي جي لي ألفا يساوي صفر. إذا دروك نرجعوا لتاع جي لي ألفا يساوي صفر، نجيبوا قيمة ألان ألفا نعوضوها وحدها راح تخرج النتيجة. إذا لدينا، ركز معنا من جهة أخرى، لدينا بلي جي لي ألفا يساوي الصفر. واش معناتها جي لي ألفا يساوي الصفر؟ معناتها كي نعوضو بألفا تخرج الصفر، معناتها 1 زائد ألفا مربع زائد 2 في ألان ألفا ماذا يساوي؟ يساوي الصفر. طيب احنا في الدالة اف واش حابين؟ حابين نتخلصوا من ألان ألفا وراها مضروبة في 2، يعني ماذا بنا نجيبوا ما هي عبارة 2 ألان ألفا، يعني ماذا تساوي في هذا التمرين؟ هاي 2 ألان ألفا بالاعتماد على هذه المعادلة، هاي ماذا تساوي؟ يعني 2 ألان ألفا كيفاش نجيبوها؟ 2 ألان ألفا تساوي، نديو من هي فقط، نديو من هي تولي ناقص 1 ناقص ألفا مربع. هذه هي عبارة ماذا؟ 2 ألان ألفا. هذه مثلا نسميوها 1، نقولوا بالتعويض، وين نعوضوا في العبارة رقم 1؟ بالتعويض في 1 نجد. ركز مليح. طيب واش نعوضوا؟ نعوضوا 2 ألان ألفا نعوضوها بهذيك بالعبارة، يعني اف لألفا واش تولي؟ تولي تساوي ناقص ألفا زائد 3 زائد 2 ألان ألفا، معليش نكتبوها ألان ألفا ومن بعد نعوضوها على ألفا. 2 ألان ألفا قلنا هاي ماذا تساوي؟ تساوي ناقص 1، إذا نحب زايد هذه تولي ناقص 1 ناقص ألفا مربع. باش ما نكثروش الخطوات، شوف عندك 3 ناقص 1، 3 ناقص 1 ماذا تساوي؟ تساوي 2. هل لحقنا للنتيجة المطلوبة منا؟ لا، ولكن يبدو أن الأمر بسيط جدا. علاش؟ لأنه هذا الشكل لا يختلف كثيرا على هذا الشكل، يعني بمجرد توحيد المقامات راح نلحقوا للفكرة. كيفاش نوحدوا المقامات؟ ركز معنا، هذه ما عندهاش مقام، هذه عندها مقام، باينة بلي هذه فقط نضربوها في ألفا ونقسموها في ألفا. ناقص الفا كي تضربها في الفا تولي الفا مربع وتقسمها على الفا، ضربناها في الفا وقسمناها على الفا، زائد ماذا؟ زائد 2 ناقص الفا مربع على الفا.
لو نجمعوا كلش مع بعضه شفت راه واش يولي عندنا، يولي عندنا المقام فيه الفا والبسط. ماذا في البسط؟ واش فيه البسط؟ واش فيه عندك ناقص الفا ناقص الفا مربع ناقص الفا مربع، شحال النتيجة؟ ناقص 2 الفا مربع. نكتبوها هكذا، اذا ناقص الفا مربع ناقص الفا مربع هي ناقص 2 الفا مربع، وعندنا 2. واش راك تلاحظ؟ نزيدو دائما نحطو عينينا على النتيجة اللي حابين نلحقولها، النتيجة اللي حابين نلحقولها فيها 2، باين بلي نستخرجو 2 كعامل مشترك. كي نستخرجو 2 كعامل مشترك واش راح يبقى؟ راح يبقى 1 ناقص الفا مربع مقسوم على الفا. استخرجنا 2 كعامل مشترك من البسط وبالتالي من المقام. هل هذه النتيجة تساوي نفسها؟ هل تساوي نفس النتيجة؟ نعم، اللي ركز راها نفس النتيجة. اللي ما انتبهش لهذه يقدر فقط يقدر من هذه، من هذه العبارة اللي حابين نروحوا نلحقوا لها يروح لهذه، او من العبارة اللي عندنا يروح للعبارة اللي حابين نلحقوا لها. نخدموا بالطريقتين. الطريقة الاولى 2 هي مستخرجة، شوف لو تفصل البسط برك تفصلوا على المقام، يعني مش معناتها تفصل البسط على المقام، تولي 1 على الفا ناقص ماذا؟ الفا مربع على الفا، الفا مربع معليش نكتبوها، الفا مربع على الفا، تختزل الفا مع الفا، واش يبقى؟ يبقى 2 في 1 على الفا ناقص الفا. كيفاش الطريقه الاخرى؟ دوكا رانا رحنا من النتيجه اللي عندنا للشيء اللي حابين نلحقوا له، كيفاش نديروا العكس؟ كنت قادر فقط هذه توحد لها المقامات تخرج لك هذه، اذا وهو المطلوب. العباره الفكره بسيطه جدا، ولكن التلميذ مش مر عليه تجيه فيها نوع من الصعوبه. دوما يعطينا داله جي ويعطينا داله اف، الداله جي تنعدم عند الفا، يعني جي الفا يساوي الصفر، سواء كانت الداله فيها الان او فيها اسيه، دائما كاينه هنا الان الفا او اسيه الفا. روحوا نستخرجوا الان الفا او اسيه الفا منا ماذا تساوي؟ كي نستخرجوها راح تجي عباره بسيطه جدا، نعوضها في الداله اف اللي ديما فيها الان الفا ولا اسيه الفا، ومن بعد توحيد مقامات مع شوي ذكاء نلحقوا النتيجه اللي راه عندنا. طيب الان يقول لنا استنتج حصرا، لانه الهدف هو الحصر، اذا هذه بيناها بكل بساطه، والحصر بسيط جدا ايضا. علاش؟ لانه عندك حصر تاع اف لالفا، وحاب برك حصر عندك حصر تاع الفا وحاب حصر لاف لالفا. كيفاش نديرو؟ شوف اف لالفا هاي العباره نتاعها، وعلى فكره حتى اللي ما لحقلهاش يقدر يجيب على الاقل الحصر. كيفاش يجيب الحصر؟ هو وعطيك نتيجه ها وقال لك واش تخرج. شوف عندنا حصر تاع الفا وحابين حصر تاع اف الفا، نخدمو كيما كنا نخدمو في برهان التراجع بمتتاليات، يعني نبنيو هذا الفكرة. ركز معايا كيفاش نبنيوها. لدينا الفا محصور بين ماذا وماذا؟ بين 0.52 و 0.53. نبداو نخدمو هذه وحدها ومن بعد نخدمو هذه وحدها. كيفاش نخدمو هذه وحدها؟ نديرو المقلوب، نديرو المقلوب 1 على الفا، وكي تدخل المقلوب ما الذي يحدث؟ تنعكس اتجاه المتراجحه ولا تنعكس حدودها، يعني 0.53 كانت من هيه تولي 1 على 0.53 منا، و 0.52 كانت منا تروح من هيه تولي 1 على 0.52، وتحسبهم بالاله الحاسبه. 1 على الفا محصور بين ماذا وماذا؟ بين 1.88 و 1.92. هذا الحصر تاع ماذا؟ هذا الحصر تاع 1 على الفا. دروك نزيدو نستنتجو الحصر تاع ناقص الفا ونجمعوهم مع بعضهم. اذا الفا دوما محصوره ما بين 0.52 و 0.53. اذا تقدر تقول لي نطرحوهم بعضهم؟ لا احذر، علاش؟ لانك تضرب في الناقص او يتعكس اتجاه المتراجحه. اذا كي تضرب في الناقص ايضا يتعكس اتجاه المتراجحه، ناقص 0.53 تولي منا، وناقص 0.52 تولي هكذا. الان واش هو المطلوب منا؟ الان فقط نجمعوا هذه مع هذه باش تولي عندنا. اذا بالجمع نجد 1 على الفا ناقص الفا تجمع هذه معها، يعني 1.88 ناقص 0.53 يخرج 1.35، و 1.92 ناقص 0.52 ما الذي نتيجة 1.4. بعد هذا هل لحقنا النتيجة تاع اف الفا؟ مازالت لنا عمل واحد هو الضرب في 2. إذا نضربوا في 2 واش تولي 2 عدد موجب لا يغير اتجاه المتراجحة، وبالتالي تخرج نتيجة هكذا. 1.4 في 2 ماذا تساوي؟ تساوي 2.8، و 1.35 يخرج 2.7. هذا ما هو؟ هذا هو اف الفا. إذا الحصر تاعه بكل بساطة ما بين 2.7 و 2.8. هذه الخدمة كل علاش؟ باش من بعد كتعود ترسم وتلقى ذروة إحداثياتها الفا
الفا هاو بالتقريب وين محصور، وافلي الفا تهز بالتقريب 2.75 2.7. اذا هذه الفكره مكرره جدا، تقدر تروح الان تحل البكالوريات اللي فيها تلقى الاسيه وفيها الالال ونفس الفكره. نتمنى انك استفدت من هذه الفكره، ونتلاقاو ان شاء الله في افكار اخرين لهذه السلسله اللي على بالي بلي راح تستفادوا منها بزاف. وما تقلقوش، كل الافكار نكملهم كم قبل البكالوريا. اذا بالتوفيق لكم وزيروا روحكم، اخدموا ما عندو ما بقى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.